القرآن بين دفتيه خلجات ما نبحث عنه، ولفجر الخلاص حديث يختص بمهدي آل محمد عجل الله فرجه الشريف الموعود بالفتح. ترقبوه في برنامج المهدي في القرآن، يأتيكم عبر أثير إذاعة العتبة العلوية المقدسة من النجف الأشرف. المهدي في القرآن. اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نلتقيكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج المهدي في القرآن وأثره على الإنسان. اليوم آيات مباركة من سورة هود، وإن شاء الله نستمع إليها خاشعين منصتين لكي نسلط الضوء على هذه الآيات المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الله العلي العظيم. طبعا استمعنا وإياكم إلى الذكر الحكيم من سورة هود الآية 84 والآية 86، ورحب بضيفة الحلقات الدائمة السيدة الفاضلة أم حسين الصباغ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي العنوية. سيدتي الكريمة، طبعا الآيات وإلى مدين أخاهم شعيبا، هذه الآيات المباركة عن أهل مدين ترجع إلى النبي شعيب عليه السلام. بلي عزيزتي، كلمة مدين مدينة ترجع يعني مدين على وزن مريم، ومدين اسم لمدينة شعيب وقبيلته. أحسنتم. هل يعرف موقعها الآن الجغرافي في هذه المدينة مدين؟ بل حاليا يقولون المدينة كانت تقع شرق خليج العقبة، وأهلها من أبناء إسماعيل، وكانوا يتاجرون مع أهل مصر ولبنان وفلسطين. ويطلق اليوم على مدينة مدين اسم معان، ولكن بعض الجغرافيين يقولون لا، أطلقوا اسم مدين على الساكنين بين خليج العقبة وجبل سيناء. نعم. إذن إلها موقعا التاريخ يذكره. نعم، القرآن ذكر كلمة أخاهم، هل كان شعيب عليه السلام أخا لهم أم مقصود بها أمر آخر؟ لا، كلمة أخاهم تستعمل مثل هذا التعابير حتى يبين منتهى المحبة من قبل الأنبياء لقومهم، لا لكون أنه هو واحد من أفراد القبيلة وقومه. نعم. يعني مو شرط أنهم من أفراد القبيلة وقومه حسب، لا، أضاف إلى ذلك فإنه يريد الخير لهم ويحترق قلبه عليهم، فمثله مثل الأخ الودود. أحسنتم. إذن الأخ ليس المقصود هو الأخ من النسب، بل الأخ هو الشخص الودود المشفق على قومه، خصوصا يعني الأنبياء والرسل معروفين كيف معروفين إنهم نعم إنهم يشفقون على قومهم ما هم فيه. نعم. إذن دعاهم نبي الله شعيبا إلى التوحيد في قوله تعالى قال يا قوم اعبدوا الله. بلي، هذا أول شيء وأول كلام ينطق الأنبياء، وهو الأساس والمعتمد، ما هو التوحيد، لأن الدعوة للتوحيد أول ما يتكلم بها الأنبياء صلوات الله عليهم. نعم. مثل ما تعرفين أخت العلوي، هي دعوة إلى هزيمة جميع الطواغيت والسنن الجاهلية، وما يتيسر أي إصلاح اجتماعي أو أخلاقي بدونه. لابد من وجود التوحيد أولا. نعم. إذن الجميع يعني الدعوة لقومه هي التوحيد بداية. هل يوجد فرق بين المكيال والميزان؟ لماذا حدد الله سبحانه وتعالى المكيال والميزان؟ المكيال والميزان هما معنى واحد، إذ يعرف بهما وزن المبيع ومقداره، لكن المكيال مقياس للحجم مثل الصاع،
والميزان مقياس للوزن، قياس الأوزان، وهو معروف يعني الميزان. نعم. إذن قال تعالى: ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير. يعني هنا المعنى كان ينقصون، هذه إشارة لنوع يعني مفاسدهم اللي كانوا يعملون بها. بلي، واحدة من المفاسد الاقتصادية اللي كانوا يعملون بها، وهذه المفسدة تستند إلى عبادة الأصنام والشرك، وكانت رائجة عند أهل مدين يومئذ، يعني جدا يعني كلش واضحة عندهم. فقال تعالى: لا تنقصوا المكيال، أي حال البيع أو الشراء لا تنقصون المكيال. نعم. يعني ذكر في هذه الآية المباركة بعد النهي عن النقص في المكيال والميزان مرتين: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إلى ماذا تشير هذه الكلمة؟ أشار تعالى بهذه الكلمة في كتابه الكريم أن النبي شعيب يشير إلى علتين بعد أمر عظيم، وهو النقصان. أول شيء كان النقصان، بعدين يشير لهم إلى علتين سببين. العلة الأولى هي قوله: إني أراكم بخير، يعني أنا أشوفكم منعمين ومرتاحين وخير كثير. ليش بعد هالفساد في هذا الأمر؟ لماذا هالمدعاة لعبادة الأصنام وإضاعة حقوق الناس؟ وبعدين الكفر بدل من الشكر على النعم الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن يعني العلة الثانية: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يعني ما معنى محيط في هذه الآية المباركة؟ فمثل ما قلنا أنه يخاف عليهم من الشرك بالله وعدم الاهتمام بالميزان. نعم. فراح يقولون: أنا أخاف عليكم، أكد لهم، هي هذه العلة الثانية، أكد لهم أنه أخاف عليكم يوم محيط. يعني نعم. هذا اليوم شنو معناه محيط؟ محيط شامل كل الإحاطة، يعني ما بي كل مجال، محاط عليكم. وشمول اليوم يعني شمول العذاب والعقاب في ذلك اليوم العصيب، طبعا يوم المحشر. وطبعا مثل ما قلت أختي العلوية، وردت الثانية هي إشارة لمن؟ إلى عذاب الآخرة. نعم. فالأولى إني تبين حالهم وهو في خير، ماكو داعي إلى النقص بالمكيال والميزان، ولا ماكو داعي تعبدون الأصنام. وبنفس الوقت أنا أخاف على الثاني، أخاف عليكم من هذا اليوم العصيب اللي راح يحيطكم بالعذاب. نعم. إذن يعني قبل ما ننتقل للسؤال الآخر، نذهب إياكم إلى فاصل قصير ولنعود وحديثنا اليوم عن سورة هود والآية المباركة الآية 84 و86. إذن ابقوا معنا مستمعينا الأحبة. أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام، ومثل ما قلنا قبل الفاصل، حديثنا اليوم عن الآيات المباركة 84 و85 من سورة هود. قال تعالى يعني في سورة هود: لا تنقصوا المكيال، وفي الآية 85 قال: أوفوا المكيال. نعم. نعم سيدتي الفاضلة، يعني أرجو أن تبينوا وتوضحون هذا الأمر لنا. الوفاء ولا تنقصوا. نعم على هذا السؤال، النبي شعيب عليه السلام نهى قومه عن قلة البيع والبخس في المكيال، فهنا يدعوهم إلمن إلى إيفاء الحقوق والعدل والقسط. نعم. حيث قال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، يعني لازم شنو؟ ترجعوا لهم حقوقهم للناس سواء كنتم تبيعون أو تشترون. أحسنتم. إذن بالقسط هنا. نعم. إذن العدل والقسط يعني للطرفين. إذن ما هو معنى البخس في قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ أحسنت. جاءت المرحلة الأخرى، البخس على زنة النحس، ومعناه في اللغة التقليل، وجاءت هنا بهذه الآية بمعنى الظلم. ففي قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هنا يخطو خطوة أوسع تعالى،
يعني تعملون بالقسط، بعدين شنو؟ لا تظلمون الناس بما تفعلون. أحسنتم. إذن الآية المباركة ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هنا ما معنى تعثوا؟ هنا تعثوا بمعنى لا تفسدوا، بدلالة ذكر كلمة مفسدين بعدها مباشرة، يعني مزيد من التوكيد. يعني تأكد الإفساد يعني هنا نفس المعنى. نعم. فهنا الخطوة أصبحت أوسع من ولا تبخسوا. نعم. يعني بدأت الحالة تتوسع شيئا في شيئا، فالخطوة أصبحت واسعة نسبة للي قبلها، ولا تبخسوا. ففي البداية القسط، وثم قال لا تبخسوا، يعني لا تظلمون الناس، والأخرى أنه لا تفسدوا، لأن هذا دلالة على المفسدة في الدين وفي العقيدة والمذهب. أحسنتم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. نأتي إلى بقية الله، ما هي البقية المقصودة هنا؟ بقية الله هنا يخبرهم النبي شعيب عليه السلام إن زيادة الثروة، هذه الثروة اللي عندكم اللي واصلة بإيديكم عن طريق الظلم واستثمار الآخرين، ليست هي السبب في غناكم، بل ما يغنيكم هو البقية، يعني الذي يبقى. نعم. إذن يعني يمكن أن نقول أنه كلمة بقية لها أكثر من معنى. بلي. البعض قالوا إن الربح الحلال القليل بسبب بأمر من الله تعالى هو هذا بقية الله. البعض قالوا أن الرزق الحلال باعث على دوام نعم الله وبقاء البركات، واضح؟ نعم. القسم الثالث قالوا البقية تشير إلى الجزاء والثواب المعنوي الذي يبقى إلى الأبد، فإن الدنيا فانية وما فيها لا محال، يعني منتهى هذا. في سورة الكهف والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم. فإلها مجموعة من المعاني. نعم. إذن ما أوسع لغتنا، ويعني هل يوجد معنى آخر لكلمة البقية؟ بل لغتنا. نعم. واسعة طبعا، وإلها معنى آخر عن أهل البيت عليهم السلام، قال حيث ورد عن الإمام الباقر قال إنه أول ما ينطق به القائم حين يخرج هي هذه الآية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ثم يقول صلوات الله عليه لمن يخرج الإمام عجل الله فرجه أنا بقية الله وحجته وخليفته. نعم. وخليفته عليكم، فلا يسلم عليه مسلم إلا قال السلام عليك يا بقية الله في أرضه. نعم. بلي. أحسنتم. إذن يعني بمعنى هذه الآية تخص إمامنا المهدي عجل الله فرجه صلوات الله عليه. نعم. إذن يمكن أن نقول أن بقية الله لها معنى خاص ولها معنى عام أيضا. بلي. لها معنى خاص ولها معنى عام، فنزولها خاص بقوم شعيب، إلا أنها تحمل مفاهيم جامعة وكلية مثل قضية المهدي عجل الله فرجه. نعم. بحيث يمكن أن تكون أكثر مصداقا في العصور والقرون الحالية، وتنطبق على مجال أوسع أيضا. صحيح هي في قوم شعيب نزلت، لكن احنا عندنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. نعم. إذن هذه الآية أثرها على نفس الإنسان قوي، حيث يعني تبعث القوة والحافز للعمل، حتى لو كان قليل فهو عظيم عنده جل وعلا بشهادة قوله بقية الله خير لكم، خصوصا يعني الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. مع الإمام قصدكم. نعم. أنهم. نعم. هذا سؤالكم هو لطيف، أنه كثير من الناس من يقول أنا شنو اللي أسوي للإمام، أنا شنو اللي بيدي، أنا مقيد، أنا ما حد يخليني أعمل. يقول هنا هذه الآية الكريمة بقية الله، حتى لو كان شيء قليل جدا أنت لا تبخل به على إمامك، فأعمل. حتى لو كان الإنسان لوحده في غرفته في داره يدعو لتعجيل الفرج، يقوم به، هل يقدر أولاده يعلمهم فرج الشيء؟ حتى لو أنه ما يسمعون الناس، ما يسمعون، يتحدث مع 50 نفر ما يسمع إلا نفر، هذا النفر القليل هو
محسوب عند الله، أو حتى لو ما يستمع له، أو أي شخص ما يستمع له، هو مجرد كلامه وإن كان في نظره هو قليل، لكن عند الله بقية الله خير، بها خير في عند الله تكون كثيرة. فلا بد أن يكون عندي حافز أنه مهما يكون قليل أنا لا أستصغر فعلي لإمامي، لأنه بدليل ماذا يقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، هاي الذرة التي لا ترى ولا تعرف، ولكن عند الله خير كثير. فلا أستصغر أي عمل لإمامي مهما يكون. أحسنتم. نعم، فالمهدي الموعود هو آخر إمام وأعظم قائد ثوري بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أجل مصاديق بقية الله، وهو أجدر من سواه بهذا اللقب، وخاصة أنه الوحيد الذي يعني يأتي بعد الأنبياء والأئمة عليهم السلام. وبالخصوص ماذا تقول الآية؟ إن كنتم مؤمنين، فهذا خلي يكون عندي يقين بالله ويقين بأمتنا. أنا إن كنت مؤمنة، لم يقل إن كنتم مسلمين، فنجد فرق بين المؤمن وبين المسلم. نعم، إذا كنت فعلا مؤمنة وأسعى لإمامي مما بقي في عمري، فلا يقول الإنسان أنا دخلت 50، أنا 60، أنا لا لا لا، شكد بقى من عمري ومن قدرتي على العمل، وأكرس وقتي وطاقتي، فهو باقي إلي إن شاء الله، ويسدد الخطى ويقوي العزيمة، وهو الولي الحفيظ جل وعلا. أحسنتم وبوركتم، وجعلنا الله وإياكم ممن الذين يتمسكون بهذا الإيمان ويثبتون إن شاء الله عليه في إلى آخر العمر، وإن شاء الله ممن يكونون مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. آمين. كل محب لإمامه ولمذهبه. أحسنتم. إذن نشكركم الشكر الجزيل الحاجة الفاضلة محسن الصباغ. الشكر لله أولا وأخيرا، ولكم أختي العزيزة. نعم مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ومن كانت الحلقات تخص الآيات المباركة من سورة هود الآية 84 والآية 85، والتي تخص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نلتقيكم في حلقات أخرى بإذنه تعالى، وبرنامج المهدي في القرآن وأثره على الإنسان، في أمان الله وحفظه. قدمت لكم إذاعة العتبة العلوية المقدسة من النجف الأشرف برنامج المهدي في القرآن، إعداد وتقديم آلاء الحسيني، التسجيل الفني يعرب سهام، إخراج عمار المحنّة.